مرحبا، تتابعون في الأخير التطورات السياسية والميدانية في العراق. أنصار الإطار التنسيقي ينسحبون من محيط المنطقة الخضراء في بغداد، والتيار الصدري يوسع نطاق احتجاجاته، وإبحار أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يؤكد أن السفن الأوكرانية سيتوالى تصديرها بنفس آلية الشحنة الأولى. وفي لبنان، المبعوث الأمريكي أموس هوكستين يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. تابعونا عند الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش.